من دون حرف، من دون حرف هل نخط كتابة، وبدون صدق هل نقول صوابا. من دون حرف هل نخط كتابة، وبدون صدق هل نقول صوابا. فلما الحياة تغيرت أطوارها، تؤذي الصدوق وترفع الكذاب. كم صادق بالصدق عاش معذبا بين الأنام، وقد سقوه شرابا من حنظل، وتراه يمشي هائما والناس تغلق دونه الأبواب. أما الأنام إذا رأوا ذا نهضة أو حاكما نصابا، هرعوا إليه وقسموه طعامهم، وكذا سقوه سلافة ورضابا، وتهافتوا قدام باب محله، وتناثروا فوق النقود ذبابا. الصدق يا للصدق كم هو حائر، كيف السبيل لنعرف الأحباب. ويح الذي من كان طبعه صادقا يبني الأمانة ليحصد الأتعاب، ويرى المودة في القلوب تحطمت، وتحولت صور النعاج ذئابا. أضحت عقول الناس مثل صحيفة الحرف فيها يلعن الكتاب، والحر حر لو يطول عذابه، طير الجوارح لن يصير غرابا. وشكرا.